باي توتال انرجي. شنو وصلوا حديثنا في كان اكسبريس على المنتخب الوطني التونسي والانتصار البارح 4-0 ضد موريتانيا. كذلك باش نحكيوا على المنتخب الجزائري بعد قليل سلام، بما انه المنتخب الجزائري المنتخب حامل اللقب لحد الان، مازال مسجل حتى هدف، عنده نقطه وحيده، زوز مباريات اللي هي على الورق كانت في متناوله، ما فاز بحتى واحدة فيهم. ولي بصراحة ولي من عاش شفت المقابلات ولا الحق أنا البارح شفت المباراة، مانيش خايف على المنتخب الجزائري بصراحة. وعلى المنافس زاد نتاع المنتخب الجزائري، لانه بصراحه ان البارح ابهرني هذا المنتخب فنيا فيه خاصه، فيهم لاعبين يلعبوا في الدرجه الرابعه في اسبانيا، معناها فما انيكار ما بين لي دوز ايكيب رهيب جدا، ما بين محرز اللي يلعب في سيتي وما بين اللي يلعب في الدرجه الرابعه الاسبانيه، شوف قديش الفوارق. اي معناها بورتون فريق غينيا الاستوائيه تفوق. باش نرجعوا نحكيوا على هذا بعد ما نواصلوا حديثنا على المنتخب الوطني. سلام اكيد معانا باش نحكيوا اكثر على المنتخب الوطني التونسي. جزيل الشكر ليك. كيف شفت المقابلة بصفة عامة قبل ما ندخل في التفاصيل بعد شوية مهدي؟ مقابلتنا ولا مقابلة الجزائر؟ مقابلتنا. هي مقابلتنا نقول مبروك المنتخب 3 بوان الفوز بعد الماتش الأولاني، نعرفوا وصار بالضبط والحديث اللي وقع بعد الماتش والبريستاسيون، انا نقول سي بلان انديفيديوال وكوليكتيف تاع ليكيب واختيارات المدرب، وصراحة ونعرفوا شنو صار تدل في الاستديوهات التحليلية الإذاعية التلفزية. الأخير المنتخب فاز في المباراة اللي يلزم باش يفوز بها، نقول كانت الدكليك إن شاء الله تكون الدكليك وتكون مباراة المنعرج. علاش؟ خاطر كانت عاد الفريق ولا لقد نخسرك ساعة مش تتعمق المشكلة أكثر، ومش يدخل الشك في اللاعبية ويدخل الشك في الجهاز الفني وتعرف عاد البقية. اليوم نقول اللي طاب هذه تو تعديناها، صحيح الأدفيرتير ربما ما كانش خلينا نقولوا ادفيرسير قوي وما كانش، لكن في الاخير المنتخب قدم ان بون بريستاسيون. وقت اللي تلقى ادفيرسير نتاعك متواضع موديست تلقاه عنده يعمل ديفوت كراف على النرويج وتنجم انت باش تضرب بقوه وتعاقبه، فعلا المنتخب كان حاضر، يعني سير البلان تكنيك تكتيكي سيرتو سير البلان بسيكولوجيك. من اول 4 ساعات كيدخلوا في الماتش ولات دوميناسيون توتال، خلينا نقولوا ولات الخطوط الكل تخدم، ولات خلينا نقولوا سي لو بلان انديفيديال زاد بون بريستاسيون تاع الميلو تيرا على مستوى ريكوبيراسيون على مستوى كونستركسيون دي جو، وتقعد دائما الفريق في حاجه ربما اكثر ستابيليتي خلينا نقولوا على مستوى افون سونتر. انت تعرف تبدا تدافع من اول مهاجم اخر مهاجم في الاخير، هذاك من غادي تبدا انت تدافع ريكوبيراسيون دو لابال وتمركي عن طريق المهاجم الاخير اللي في كره القدم. لافون سونتر كلاسيك نتاع الديزيومات اللي نقولوا بونتا في تونس هو هذاك ضروري في الخدمة. اليوم ليكيب ناسيونال تعاني من هذه النقطة، نعرفوا ليكيبات نتاعنا الكل هذا فيها مشكل كبير، وبالتالي ولات ورطة ليكيب ناسيونال ولونترينير ناسيونال، ما عندناش لافون سونتر كلاسيك دو بوانت. بون الجزيري ينجم يلعب لكن سي تو جوار دو كولوار شكون آخر الخزري ما ينجموش يطلعوا الجزيري قلبه وجوه. هو يحكي على الخزري. لا 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 اللي كان كثير السيك تكنيك تاع تاع الجزيره، هذا ظروف هي اللي خلاته اول حاجه الجزيره جار طار اللي كيما تقول. نختلف معك مهدي، خاطر حتى في تكوينه قلب هجوم من منتخبات الشبان للنادي الافريقي في في الزمالك قلب هجوم. لا 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 اخسر من بعد تالي اسلام خويا الغالي كيف مشى ويلعب بروفيسيونيل في مصر وين نتبع فيه يلعب ديما على الكولوار ويلعب بالسكند سترايكر، يعني يلعب مهاجم ثاني، فهمت كيف؟
ونقول لك حاجه، اليوم في الزمالك يلعب قلب هجوم ويلعب مهاجم اول، زي ما هذا اللي اختلف معك في النقطه هذه. بعتلي ولا عيب بعتلك يخرج مصطفى محمد وكل شيء. هو مشى قبل ما يمشي مصطفى محمد. لا انا نقول لك حاجه، هو مشى الزمالك، هو كان باش يجي الامارات، وكنت ثاني معناها اقترحت على نادي هنا، وكان اموال ذا وما يعرفوا حد، كان مخفي بيني وبينك اني تظلم برشا سيف، سيف تظلم برشا 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 برشا. الترنون تحياته من وقتاش وقع في الترانسفير نتاعو كي مشى للزمالك، وعمل 4 ماتش 5 ماتش في الشامبيون، بين في ماتش الاهلي تي ما كومبري، وجكروا جكروا معناها ماتش كوب دلا كاف في سوسه حاجه كيما كان اللي ما نعرفش، وتم الدعوه ليكيب ناسيونال لعبك الماتش تاع ليبيا وماتش كذا، فهمت؟ من غادي كانت الانطلاقه نتاعو تنساه راهو سيف في وقت من الاوقات. أموانزا في مواد ديسمبر كما هكا جانفي ديسمبر كما يجي الإمارات، وتصور كان جاء الإمارات بتاتر وتنسى مثلا، وما كانش على كل. احنا نتمنى له كل خير خاطر وليد متربي ياسر ياسر، والميري تخدمها لروحه. بو احنا نقولوا توا احنا في فترة الفراغ هذه معناش ذاكون نستعملوا سيف، واضح نستعملوا سيف، وان كان اني مازلت على يقين وكان نستعملوه على الكولوار جوش ولا دروات يكون خير، ويكون اكثر بيرفورمون اكثر، يكون افيكاس اكثر، ومازلت على يقين اني نلعبوا توزغار، يرجع توزغار في البوكس، خاطر انجوار ستابل في الديفونس تاع ليكيب ادفيرس، راهو الفيكسي لي ديفونسور، يعطي اريحيه برشا للي جوار دو كولوار، يشغل برشا المدافعين اللي داو مركزين عليه، يفيكسي دو ديفونسور دائما، تلقى الحلول انت، تلقى لي سوليسيون. لامبورتونس تاع لافونسونتر هنا هنا تجي وتظهر، على كل احنا نكون تو ليتاب اللي تعديناها تو. المورال اي بون، شويه نقصم الجدل كشارع رياضي، تحس تنفست شويه وتتيرا، فهمني فيو الماردو تاع ليكيب في اللي، لكن فما شويه بعض النقاط على مستوى، خلينا نقول لك بيزوار غير قوش علي معلول مازال ما رجعش لمستواه كما يلعب به في الاهلي، وان كان يظل دائما قيمه ثابته او نيفو دو ريكوبيراسيون. ان شاء الله ان شاء الله ان الناس اللي تلوم على سخيري ينقصوا شويه، لخاطر سخيري راه تعدى دو موال تالي ببلوسير، انا نخدم في البوندسليغا في العربيه ومتبع ومتبع فيه، ما نعرفش قاعد يعمل لي بيرفورمانس نتاعو اخر عامين، معناها سي ان جوار دو نيفو سي لو بلون ريكوبيراسيون، معروف في المانيا راجل دائما مينيموم نهار كولن تبدا خايبه يعمل 10 كيلومتر، وينجم يعمل حتى 14 كيلومتر في الماتش. معروف في المانيا. سي مهدي سؤالي البارح كنت دخلنا بالباهي في المقابله، زوز بونتويت في اول تقريبا ربع ساعه سهلوا لنا الماتش. السؤال هنا البارح بصراحه كنا نحن قويين في مستوى كبير، والا كان المنتخب المنافس هو الضعيف؟ شوف خليني نكون معك صريح، حاني راني برشا ناس ياخذوني يقول لك زد ليكيب ناسيونال، خاطر قاعد نشوف الفيسبوك وسيرتو الانترفاسيون تاعي بين دفرين الاخيره في قناه البلاد تي في، اني دائما نتكلم كوتي رياليست برشا برشا. الفوتبول سي لو رياليزم، ما نجمش نجامل هيك تعلمت، الكره سي واقعيه، كي تكون اكثر واقع الكره تكون هي تنصفك كمحلل كمدرب كذا، رالي شوز اوترومون، ثم العاطفه ما تنجمش تخليك تعطي لي شوز معناها كلير كوميلفو، لا لهنا نقطة ربما الاختلاف نتاعي مع الجمهور بصفة عامة، لكن في الأخير أنا مش أتكلم على روحي، أنه دائما إن شاء الله ربي هكا يوفقني باش نكون دائما على مستوى خلينا نقولوا نمشي بعيد في التحليل بالطريقة الموضوعية العقلانية الواقعية. نقول لك الأدفيسير تي تري فابل، ما يمنعش أنه أون ميريت لا فيكتوار، يعني قلت لك تلقى أدفيسير فابل كيما الألمان تنجم تمركي 5 بيت سي بيت سات بيت تضرب، فهمني الفو معناها كي تلقى الفو غاردي لبي سي لاكسيليراتور خليه على الاكسيليراتور انزل، فهمني مي لي في دي بريش كيما نقولوا، كيما تقول المثل اون بو با بوشي تو لي ترو، لازم تجي تسكر الثقب الكليك الموجوده في الكاف، فهمني نجم كالك ترو يقعدوا تعالجهم وفي راه ميزور بالكونترولور بالستاف تكنيك نتاعك بالكاليتي تاع لونترالمون، خلينا نقولوا مي سي لو بلون مورال اوكي نقول جات في وقتها، مي جو كيما نو اون با ما هو البروبليم في تونس يا سلام، انا قلتها ونزيد نقولها وما زلت نقولها ولين نموت باش نقولها. نحن كما صار للجزائر تو نرجعوا بعدين للجزائر، احنا مهولين الامور برشا برشا برشا، خاطر اونا كي حاطين مستوى ليكيب ناسيونال بتاعنا كبير 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 برشا برشا، لا خلينا نتكلموا بنظره المحايد بعيد على العاطفه، انا وجهه هذه ندافع عليها وجهه النظر نتاعي، نتكلم على روحي. احنا اونا با دي جرون جوار توت بيان، اونا دي جوار دو فوتبول. جرون جوار يلعبوا في لي جرون كلوب في الاوروب كيما لي زافريكا كيما مثلا شويه محرز كيما، فهمت علاش الجزائر تحت شويه؟ خاطر محرز لو سول بغداد، ندخل موضوع بغداد واسمه وبلايلي وكل يلعبوا في الشامبيون في قطر ويلعبوا في كذا، فهمني وبالناصر ربلاصون والاخر هكا والاخر يلعب، فهمني ولا مثلا بدران تو برشا في تونس معناها ما لعبش كومبيتيسيون، شكون اخر ما فهمت بالعمري يلعب
يلعبوها في قطر. دونك احنا في تونس اون با دي جرون جوار. الناس حتى مخاخ ان يقول لك فلان ملاعب كبير. ملاعب كبير نو او كونترير اون دي جوار دو فوتبول. سي مهدي نحب نسمعك اكستري من ما قبل مباراة موريتانيا وقت اللي الملاعبيه قاعدين يجهزوا في انفسهم باش يخرجوا من حجرات الملابس. نحب نسمعك المقطع هذايا علي معلول يكلم في الملاعبيه نسمعوه ونرجعوا نعلقوا عليه. ما ندخلوا على حتى كوره. اون بروفوك اون بروفوك خليه يغلط كيما تفهمنا من الاول. كل واحد حطه في بلاصته من الاول يحسوا نحن جايين نربحوا نحن جايين نصدقوا ولا باش نعيشين معاهم بالخلق. من الاول كوره الدخله نتاعنا 15 مليون نحاولوا الماركي ونزيدوا الماركي الثاني ديريكت. علي معلول في الفيستير وهذا وقت اللي الملاعبيه قاعدين يلبسوا باش يخرجوا يقول بالكلمه اون بروفوك من لي 15 بروميير مينوت نماركيو الاول ونزيدو الثاني. وهذا اللي تعرف عليه صحيح. ركز معايا تعرف عليه يا سلام خاطر الكوني تري بيان كو لادفيرسير اي تالابورتي. هذه نقطه مهمه. دونك سي لوكازيون او جامي بور موتيفي لي معنا سي كوبان في الفيستير معنا باش موتيفي مليح مليح يبث فيهمك الروح. وحاجه مهمه جدا كي يتكلم ليدر عليه بقدره باسمه بتاريخه بانجازاته يعطيهمك البوفي خلينا نقولوا دوكسيجين الدفعه يا الاولاد لونتام دي ماتش يا الاولاد. وديما تعرف في الفوتبول لو ميور سيناريو سي كو كونت يو فراب فور معناها من ربع ساعه الاولى تحط لادفيرسير جنو. والسيناريو كان جيد معناها دو بيوت سكسيسيف تك 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 ليكيب قدامك ولا ديزيكيليبري تلقى انت لو ريبير نتاعك تولي تكور مليح تولي لين قراب تولي تلعب الاز تولي تلعب اقل صوت فهمني. لهنا باهي تو الاجواء هذيك تبدا في البسيير مي خاطر هو علي السيتر بيه كون ادفرسير في المتناول. دونك اش ناقص؟ ناقص شويه تعمير وتحسيس ريسبونسابيليزي لي جوار معناها يحملهم مسؤوليتهم. احنا ماناش جايين فهمني وفات اتونسيون دي فاسون انديريكت يوجه لهم رساله راهو لا قدر ان فو با الجمهور ما يرحمناش لا قدر سي لا موريتانيا. احنا ماناش نلعبوا ضد نيجيريا ولا مش نلعبوا معناها ضد كيب كبيره ان كرون مورسون. دونك الظروف هذه كليكا اعطاك الانترفيو نتاع علي يكون بينيفيك ويكون اكثر بوزيتيف معناها نقول برافو ما يسالش لكن ما نهولوش الامور برشا برشا نقول على خاطر احنا فزنا والله علي قال وقال وقال. ها قلت لك باهي الرياكسيون نتاعو وباهي الانترفونسيون مي الفو متر الفو فير اتونسيون سي كو لادفيرسير تري مويان فهمني. دونك حتى من غير موتيفاسيون يلزمك تغطسوا ما استناش حد يقول علي ولا حاجه يلزمهم يعطوا هما بداهم. اما سيدي تابعت المقابلات ظهر لي نتصورك الكل ما فماش منتخب ضعيف في البطوله ظهر لي كل شيء ممكن ولا ظهر لي ما عادش فما المنتخبات اللي تفوت لا يخرب برشا معناها. سوني بليك كما فوا سلام اني قلتها لهنا توا انا ندخلوا اني تقريبا يكلموني من الجزائر من المغرب بارتو من فرنسا من بارتو معناها تعرف الاحداث الكرويه هذه ولات حديث الناس معناها الخبز اليومي الناس تنفس كوره تعيش كوره تاكل كوره كل شيء كل شيء فهمني بارتو. لكن نهار كليك واحنا نتكلموا في الكوره بون ما زلت اني عند رايي ان سي كو لي زيكيب رابط اللي كليك معناها اون بو با لي تري لوان ما نجموش نمشي لبعيد ديجا من نول كومبيتيسيون قبل ما تبدا حتى ماتش. انا حضرت المنتخبات العربيه او سيني بلي كوم افون لافريك على اساس شنو الكلام هذا المغرب والجزائر اللي مرشحين بقوه للقب. اني حتى خلينا نحكي لك افون اون سيمين عملنا انترفونسيون كلا شويه على البروبليم اللي عملوا السوالي وكذا ما بين تونس والجزائر والدراجي والكل فهمني. نحن نخرج على الكوره على الزبده ونتبعوا الحوايج القشور سامحني بالكلمه. دخلت وعملنا مداخله وعملت شو كبير في الجزائر عملت مليون متابع فهمني وتزيري بيدهم حتى جورنيست تغطش تغشش اون ديريكت قلت له راهو الجزائر فات اتونسيون قلت له كم قلت له فات اتونسيون قلت له سي غراف هكا سي غراف اللي قاعد تقول فيه راهو الجزائر بالكلام هذا ما تنجمش تمشي لبعيد وراهو الجزائر سي تين ايكيب ايبوزي اي وراهو الجزائر اساس اني حضرت ونعطيهم حطيت اكزومبل اون ديريكت حطيت اكزومبل تغشش ياسر ياسر نتاعهم العزوزي هذاك قلت له سي غراف تقول فيه الفو غاردي بي سيرتير قلت له راهو لي زيكيب افريكان تطوروا برشا راكم انتم التونون دي تيتر والترون دي تيتر دائما مهدد انه كل ليكيب تلعب ضدك كي تربح الجزائر راهي بطوله في حد ذاتها وفي انتم قاعدين لهين بالامور تاع 35 ماتش ان فانكو اكثر ما انكم ترون دي تيتر وتلوجوا على الارقام. وفما حاجه تري امبورتونت سي كو il y avait beaucoup de joueurs au sein de l'équipe نتاع بالماضي مستواه متراجع. قلت له بغداد بنجاح مش نتاع قبل ولا بلايلي فضلي بار قلت له فضلي بار هكا قبل الماتش وقتها عملت مليون مشاهد وقلت له بالعام العمري مش عادش كما قبل
قلت له لي جارديان بورحي لي ريفلكس نتاعو طاحوا شويه زاده فهمت. فما قلت له زروقي زروقي سي تان جوار تكنيك مين جي امبو با سيبورتي. قلت له وكل لي ماتش مسكلي تاع الافريك وكل با دي تيرا سيرتو لي تا تيرا وفما حاجه اخرى مازال ما لعبش مازال ما لعبش. اي نحكي لك اي نحكي لك. وقلت له فما حاجه اخرى يا خويا لي زيكيب افريكان هذوما صغار قول لك انا جاي توتا غانيير انا برد انا نجي الماتش نتاع عمري كيف نلعب ضد تونس والجزائر ونيجيريا وكذا اللي كاين بتي زيكيب لي تروغيني وهالبوتسوانا وهالسيراليوني ولا فهمني باش يلوجوا الكونترا باش يبحثوا على بلاصه باش يخدموا على رواحهم فهمني. بليس زاد بك شويه خلينا نقولوا كل جرين تاعو كل ديسيبلين تاكتيك وكل كليك وكل تاتيرا وكل متعودين على جوان افريقيه يلقاو رواحهم عليك. وزيد كوتي بسيكولوجيك بالماضي بيدو يتحدث في كونفرنس بريس ما بار معناها نو معناها حتروحوا شامبيون ميم قلب حتى نحن باش نمشيو لكوب دي مون اون فا شارشي لكوب دي مون سي غراف. قلت له هكا اون ديريكت سي غراف اللي يقول فيك الكوتش يقول هكا مهما كانت الامكانيات نتاعك مهما كانت طموحاتك وان كان هذا حق شرعي سي تان دروا ليجيتيم باش تنجم تقول مي فما دي ليميت للكلام نتاعك. شنو تقول انا جو في شارشي لكوب دي مون اي با عندك دي غرام تلعب متعدى مثلا لانكار راندومي في الاخر مش توصل ماذا بينا نفرحوا نحن سي نيكيب ناسيونال العراق توصل للفينال ولا ديمي فينال ولا نهزو كوب دي موند. نحن اموانزا غانا وضيعناها في الافريك دو سيد هذيك لوكازيون ونستناو 100 عام اخرى خاطر غانا كان عملت لانكار دو فينال وترشحت للديمي فينال تنجم ديجا تنجم تعمل ديمي فينال بينالتي المشهوره هذيك وبتات تنجم تمشي للفينال. بون خلينا الموضوع هذا نرجع للجزائر. الجزائر غونفلي مال بريباري بسيكولوجيكمون الور سي ان بروبليم. لو انت الفوتبول راهو 90 مينيت تفيق على روحك هكا قال لي لا ما تقولش هكا وانت ضدنا وانت مهدي. قلت له بون هذه وجهه النظر نتاعي اني في الاخير ما زلت شاهد صحيح انه لي زيكيب يقول لك فما كوت بيان فما كاميرون سيتان جروب تري مسكلي فهمني. وزير خلينا نرجع للجزائر مهدي مهدي خلينا نرجع للجزائر. تعتقد كونه الجزائر اليوم بالرغم اللي مصيره بين يديه كان يربح المقابله الثالثه نتاعو ضد الكوت ديفوار يترشح تعتقد كونه فما امكانيه كانوا يغادر المسابقه مبكرا ما يربحوش الكوت ديفوار بالرغم اللي الفريق بالرغم اللي الفريق قاعد يخلق في كم هائل من الفرص كل مباراة وسائر يوهلك البلوكاج هذاك وين البلوكاج مونتال هذاك يكوت بيا انت كي تعمل تيلكرياسيون دو 3 او 4 او 5 6 اوكازيون وما ماركيتهمش كونتر لا سيراليون وكونتر لا غيني هذه انت انت ديجا سافوار متخلق مع كوت ديفوار اللي هي بيدها مناسي مبدا واللي هي عندهم دي بون طالون خاطر كل فيو بار حبوا النكره كوت ديفوار خير من اللي لا غيني هذه كوت ديفوار وخير من سيراليون صحيح تعالت معاهم صحيح كذا مي في الاخر الفوجوي معناها لارجون يقول لك حتى انا نلعب على حدودي كوت ديفوار تسرى با فاسيل. وزيد حاجه اخرى وفير مزيرو كور دي ماتش الجزائريا عندهم تومبيرامون ديفيرون على اللي نسكوليك تنرف بوكو تغشوا رده الفعل نتاعهم في لي مومون هما فور لي مومون هما خلينا نقولوا تري كريتيك تاع الماتش تي بزوان دي جوار كار على استراتيجيه الكره خاطر تي بير لي نير انت تفقد الاعصاب نتاعك سي تري فاسيل فاسيلمون معناها تي بو با ميتريزي نيمبورت كان اوكازيون فهمتي سهله بور ماركي ان بيت. هذيك اللي ديتاي يقول لك الجزئيات اللي تعمل ريفيرونس في ماتش تاع فوتبول فما جوار يبدا وفيه وزير ماتش صعاب برشا برشا وهو ميت نرفس يبدا كالم من اقل من انصاف الحلول من نصف في ماركي لك فما دي جرو جوار تلمو كتبي تلمو انرفي تلمو شرجي معبي متبلوكي في مخه ما صار للجزائر قداش من كره ذيا غراسسها. على فكره المره الوحيده في كاس افريقيا للامم اللي الجزائر كانت تلعب اون طونك تونون دو تيتر كانت عام 1992 في السنغال. الجزائر خرجت من الدور الاول وقتها الدور الاول يتلعبوا فيه زوز مباريات خسرت المباراه الاولى ضد الكوت ديفوار 3-0 وتعادلت مع الكونغو برازافيل وقتها وخرجت وهي لو تونون دو تيتر ولو وقتها عام 92 اي هي هزت الكوب الاولانيه نتاعها عام 90 في الجزائر عام 92 ما جار الفريق الكبير حتى الفريق تاع 92 كان فيه اسامي كبيره كيما موسى الصايب كيما تصفاوت كيما مغاريا وجاني المركبوت صحيح شريف الوجاني وكذلك المهاجم الوجاني صحيح لكن وقتها نعرفوا اللي الجزائر كانت تمر بالعشريه السوداء يمكن هذا اثر وقتها في الجانب كره القدم. ايكوت 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 ما نربطوش شويه بون هما مشاو انسى على البوليتيك هما مشاو صحيح
دونون دو تيتر في الاخر هما حاملين اللقب. هاني قلت لك اليوم ها ما فماش عصيه سوداء. اليوم سي كو طول موند بارل دو لالجيري والناس الكل معاه وسي ليكيب اباطر وشيخين وسطاجات ومعسكرات ودي جراجوار وسيترا مي ليكيب على مال بريباري سات كوب دافريك وعطيت مثل سات اتونسيون يا سلام هكا قلت له انا تزيدك الليله قلت له انت اليا دو موا التالي ولا اموا قلت له احنا الناس كلك عشنا يدينا على قلوبنا قلت له انت بيدك ما فقتش بها قلت له اموا زين كنتوا مش تخرجوا مع بركينا فازو في الجزائر في كوب دي موند ترك من برا توا كوش كلاس بريمي قلت له تعدلت مع بركينا فازو وتعدلت مع 2-2 في الجزائر وجاتها اوكازيون تاع تعمل 3-2 صحيح ولا لا على كل سماد يعطيك الصحه ونتمنوا كلامك اكيد ما الو 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 نسمع فيك سماد نسمع فيك فقط قلت له اموان قلت له اموان زين بركينا فازو مش خلصكم كانت في الجزائر فهمني وتعديته بقولها فيراج كلاسيك كيف رمي وسمومو كان المفروض انه الناس كانت هذيك كلفو اوروجي هذاك كان يشعل الضوء البرتقالي فهمني كان يحذر فيكم وانتم ما كنتوش فريقين انتم انا هنا تغنيو وليكيب امباتابل وليكيب ما ادري شنو وسون دي فات 35 ماتش والكوبا راه بخيتوها مقياس كبير برشا 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 فهمني ودخلتوا في حوايج اللي هي بعيده على بريباراسيون ايديال بور غاردي فوتر تيتر. يعطيك الصحة سي مهدي على كل ما نتمناوش كلامك صحيح بالطبيعة نتمناو تأهل المنتخب الجزائري الشقيق نمشيو. ما نحترم وجهة النظر نتاعك. بالطبيعة بالطبيعة كل حد وراي ولكن أكيد حتى أنت تتمنى باش المنتخب الجزائري يتأهل ولا؟ قلت لك حتى نتصور هذه وجهة النظر نتاعك لكنك نتصورك تحب الجزائر تتأهل ولا؟ يا مسير نحب بلادي نحب تونس نحب الجزائر تترشح فهمني؟ مي أنا نمشي لك زاد لمصر. ترباني اللي كيب ناسيونال نتاعهم على محمد صلاح. أيوة. نجم واحد برك ما ينجمش يجيب كوب. لي زوتر سون دي جوار تري 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 مويان. واضح يعطيك الصحة. دي جوار تري 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 مويان. باهي نزيد نخير الكوب ما تخرجش من الكاميرون. ما عادش عندنا وقت. قول لي قول لي. إيه الكاميرون نيجيريا السنغال كوت ديفوار. واضح يعطيك الصحة. شكرا لك المحلل الفني مهدي بن عبيد على كل هذه التفاصيل. شكرا لك سلام المدب كان معنا في الاخراج انيس الجويني والفيديو تلقاوه على الديجيتال ان شاء الله. الاخوان الجزائريين اللي باش يشوفوا الفيديو راهو مجرد قراءه فنيه ونتمنوا التوفيق للمنتخب الجزائري إن شاء الله على فكره يستحق الترشح لانه بالرغم من النتائج اللي حد الان ماهيش معناها مواتيه المردود الكبير اللي قاعد يقدم فيه ان شاء الله الكوب اذا كان مش تونسيه جزائريه ولا مغربيه ولا مصريه وان شاء الله نشوفوا نهائي مغاربي تونسي جزائري تونسي مغربي جزائري مغربي تكون حاجة ممتازة جدا بالنسبة للكان هذية. شكرا لك إسلام تقابلوا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من 3-4 هذه كانت كان إكسبرس.